ضيفنا الكريم اللي راح ننطلق معه دكتور طبيب متميز، وقال لنا يا جماعة ترى هذه أبا إلا، مو أبا إلا، هو قاعد يقرأ ويانا الشاشة فعارف السؤال في التلفزيون كذي، فأبا إلا أن يشارك يومياته في مستشفى الأمراض الصدرية بحلوة أمورها، حتى يترك هذا الانطباع بأن الطبيب يا جماعة ترى مو ذاك الشخص الحازم الصارم اللي دش عليك بطريقة معينة، لا أنت فيك كذي وتحاليلك زينة أمورك طيبة لا تحاتي شو من أنت إن شاء الله، لا 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 لا، في طريقة بالتعامل إنسانية. فضيفنا اليوم يفتح القلوب من خلال هذه الطلة وهذه المبادرات الجميلة اللي يقوم فيها. تدرون شلون يبا، ما بطول عليكم، حياكم الله مشاهدينا، ونرحب بضيفنا الكريم الدكتور محمد جواد البنا، استشاري جراحة قلب في مستشفى الأمراض الصدرية. مساك الله خير دكتور. مساك الله بالورد. أهلا مرحبا. شكرا على الاستضافة. العفو العفو، ومشكور أنت على قبولك الدعوة، ومشكور على هذا الدور الجبار اللي قاعد تقوم فيه أنت وباقي فريق العمل. شكرا. فيا هلا مرحبا فيك، سعدين بلقاءنا معك. وين طرت عليك الفكرة؟ وين فضيت أنت تقول يا جماعة تعالوا خلونا بصور وبحط الكاميرا وبشوف، وين فضيت حق هالشيء؟ أنتوا كلنا غايصين في هالتقارير الطبية وهالتحاليل والغرب والله جافي. فقلت إنزين شنو أسوي؟ يعني احترت أنا فترة طويلة، أنا أمانة ما طالع تلفزيون، أحب اليوتيوب وأتابع اليوتيوبرز هذيل، الناس اللي يسوون أفلام باليوتيوب. يعني أنت الحلقة هذه ما راح تشوفها بالإعادة؟ بشوفها باليوتيوب. باليوتيوب. رحت حق أكثر من مكان، إن والله يا جماعة عندي هالفكرة وأبي أسويها، أبي أحد يلحقني نوثق يوميات جراح، منها إن نعطي ندخل الناس داخل غرفة العمليات ونقلل من الاسترس اللي يحسون فيه أو الرهبة. والله يعينه هذا اللي وياك 24 ساعة تعقيم. بالضبط 24 ساعة عقمة هو وكاميرته وشغله. بالضبط. فكنت أروح كل ما أروح حق مكان، شركة، شخص عنده اهتمام بالتصوير، يقول أوكي أحط لك مكتب وحط كاميرا، أقول لا مو هذا اللي بالي، يعني ما يعطوني اللي نعم. أنا أبي. مرة من المرات إدارة المستشفى جايبة فريق يصور يعني فقرات توعوية. نعم. المهم هم قاعد يجهزوني وهذا وبنصورك ومش عارف، قلت شباب انتوا تسوون اشياء غير المستشفى؟ قالوا ايه نسوي. قلت زين انا عندي هالفكره، ابي احد يلحقني يصور لي مش عارف ايش، عندي هذيلي ثلاث اربع حسابات باليوتيوب شوفوهم، يعني هذه الرؤيه اللي انا في بالي، هل انتوا تقدرون توفرون هالشيء؟ راحوا دقوا عليه بعد اسبوع قالوا والله دكتور شوف احنا دورنا وما لقينا احد مسوي هذه الفكره من قبل، فهذا يعني شيء احنا ودنا ان نسويه معك. يعني خاضوا التحدي انتوا الطرفين، التحدي دشيتوا التحدي. بالضبط. نعم. بالفعل. فهم حبوا الفكره، انا حبيت الفكره، وما شاء الله عليهم يعني ابدعوا الصراحه، وهم شباب كويتيين مجموعه من وانت ابدعت بعد دكتور، يعني الكل يشجع الثاني. الحمد لله الحمد لله. ولكن انا اللي اقوله يعني انت لما تسوي هذا الشيء بشكل يومي يصير لا يصير شيء عادي، يعني انت تقول منو يبي يشوف داخل الاستديو، ولو ان انا الحين قاعد طالع الاستديو اقول مو نفس اللي قاعد أشوفه بالتلفزيون، فاهم إيه؟ علي؟ نفس الشيء غرفة العمليات، نفس الشيء نعم. مستشفى، شيء جديد ما حد شايفه، بس بالنسبة لك أنت اللي عايش في هذا الجو بشكل يومي ممكن تقول إنه شيء ممل وما حد له اهتمام. بس وصلت حق اللي تبيه من خلال الفكرة والرؤية ما اللي أنت. والله الرؤية الشباب وصلوها، يعني أنا أحس إن إحنا والردود الأفعال كلها إيجابية. بس طبعا تحتاج وقت على اساس ان لازم. القناه تنتشر المشاهدات تزيد. اؤمن ان وانا اقولها بوحده من الحلقات ان المستشفى الصدري اعتبره يمكن احسن مستشفى بالكويت، وابي ان الناس وانا افخر ان انا واحد من الموظفين في هذا المستشفى، وابي ان الناس تحس بالفخر اللي انا حاس فيه وتشوف مدى الامكانات الموجوده في هذا المستشفى، وهذا الهدف في النهايه. يعني انا مو هدفي أطلع شخص، أنا هدفي أطلع كادر طبي في هذا المستشفى. وشلون إذا نقلت مستشفى ثانية ما راح تصور فيها يعني؟ ولا نشوف ولا نشوف نشوف. إحنا معانا أخونا ميثم. نعم. ميثم الرئيس، حياك الله أخوي ميثم، ويا هلا مرحبا فيك. الظاهر أخوي ميثم بس تبي تصور الدكتور، ما تبي تصورني أنا؟ بس هو هذا اللي معاك على طول كذي، دائما معاي كذي كذي معذبهم. أقول لك شيء، أدق عليه الساعة 3 الفجر، قوم عندي عملية. تعال. يعني صارت حياته حياة دكتور، صار حياته معي على أساس أن أنت لابد أن أنت توثق. صح صح ولا لا؟
ولا اذا انا اجي المستشفى بالليل وهو ما وثقنا الحياه والمعاناه اللي يعانيها الطبيب مع المريض. عرفت شلون دكتور؟ انت والحين المريض قبل لا يدش غرفه العمليات والعمليه يوقع على الاوراق. نعم صح. لا يكون تحط ورقه حق التصوير يوقع عليها دائما بدون لا يدري كل مرضاي انا بدون لا يدري ولا تبلغ؟ لا لا اكيد الفريق يدري ان اي واحد معاي لابد انه يوافق على التصوير. شلون تقبلوا الشباب الفكرة الطاقم الطبي؟ خلينا نتحكي عنه بداية. شوف شلون في أول يوم إيه؟ وهذه إحنا مصورينها أول حلقة. أول حلقة عندنا باليوتيوب هي فعلًا أول يوم. فكل تلقى إن أنا ماشي وأقول ترى هذا وياي صديقي قاعد يصور، هذا معاي اليوم قاعد يصور. أول 30 ثانية في شوية رهبة. أنا أحاول أطمنهم أقول لهم انسوا إن في تصوير وخلاص. يتأقلمون مع الوضع خلاص يصير كنا شيء عادي. لا كانوا عارفين انك انت اليوم بتصور؟ لا لا محد محد دشيت انت وكاميرتك؟ الإدارة تدري لا الزملاء بس انت داش معاك الكاميرا. ها شو السالفة؟ فلان ميثم بيصورني وكله داير الموضوع وخلاص وداير والكاميرا شغالة تدخل بالمونتاج؟ نهائيا ما لي شغل نهائيا. من منتج؟ الشباب هم يمنتجون يصعدون الحلقة على اليوتيوب برايفت طبعا. شوفها عندك اي تعليق اقول لهم والله هذا شيلوه هذا لا هذا ما يصير يعني بس ان بصوره عامه القصه شنو يبدي وين ينتهي ما لي شغل فيه نهائيا. يعني مو داير على طول اخوي في فاصل اعلان في دعايه زين انت مرتاح؟ انا مرتاح الحمد لله. ها استاذ ميثم شلونك؟ اوكي بيني وبينك ساعات نصور شيء وميثم يجيني اخر اليوم شيله. يقول هذا ترى كله بنقطه بال صح بشيله لازم يشيله ايه لازم لازم نصور مره ثانيه ف مجبر ان انت تمشي على نصيحه الفريق بالضبط الفني لانه هو اللي عارف شنو زين شنو مو زين. انا اقول لهم انا طبيب التصوير والجرافيكس وهذا مو شغلي. انا مثلا اقول لكم ترى هذا انا ادري ممكن يسوي لنا مشكله مع الوزاره، هذا ممكن يسوي لنا مشكلة مع مريض، شيلوا هذا حطوا هذا. شوف الشيء الجيد ان الكل حاب الموضوع حلو ايه ولكن ما تقدر ان انت تعطي الكل اللي يبونه. البعض يبي حلقات اطول صح. البعض يبي حلقات اقل. البعض يقول لا انت قاعد تخوفني بالعملية. البعض يقول لا حط لي بعد زيادة انا ابي اشوف العملية كلها. فصعب ان انت ترضي كل الاذواق احنا قاعد نحاول ان في حدود يعني احنا ماخذين موافقات صح من الاداره صح. من الوزاره من يعني عندنا حدود معينه ما اقدر اتعداها. انت حياتك يومياتك انت ما حبيت تدخلك والله انا حاولت يعني انا جبت ميثم وياي الديوانيه يقول لي لا الديوانيه بس تاكلون واحنا ما نبي نصور اكل انزين اكلهم عاد حلو ولا زين دكتور محمد جواد البنا استشاري جراحه قلب بمستشفى الامراض الصدريه سعد جدا بلقائي معك وسعد جدا بهذا الحوار القلب الجميل شكراً. مع حضرتك المختلف عن العاده لكن اترك لك كلمه الختام ورسالتك اللي حاب تقولها ان شاء الله. عندي نقطتين انا حاب اقولهم. النقطه الاولى ان القناه موجوده على اليوتيوب youtube.com/Dr.MJ البنا DrMJALBANNA اتمنى الناس تتابع القناه. النقطة الثانية والأهم إذا كان في حتى ولو إيحاء أن مثلاً محمد البنا هو الطبيب الوحيد اللي يسوي عمليات أو الطبيب الوحيد اللي يشتغل في مستشفى الأمراض الصدرية فهذا إيحاء خاطئ تماماً. محمد البنا ما يصير محمد البنا إلا بتعاونه مع زملائه في قسم جراحة القلب الاستشاريين وغيرهم وتعاونه مع الأطباء الثانيين من أطباء قسطرة تخدير عناية مركزة كل الأطباء الموجودين تعاونه مع الإدارة والخدمات الطبية المساندة مثل التمريض والتغذية والعلاج الطبيعي. أنا ماني إلا حجر في هذا الكيان الطبي الهائل وإحنا نقف على أكتاف اللي سبقونا في مستشفى الأمراض الصدرية. بارك الله فيكم شاكر لكم الاستضافة مشكورين على هذا البرنامج وتحت الفرصة. العفو يا دكتور حياك الله موفق إن شاء الله أنت وباقي طاقم هذا العمل. شكرا لك. شكرا دكتور. شكرا طبعا ميثم راح ذاك الصوب عشان يأخذ كاميرته ويأخذ الكلمة مالتك. شكرا أيضا أخونا ميثم اللي رافقنا في هذه الحلقة. شكرا صدق شكرا سامي سامي أطلع أكيد.
موسيقى.